السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم في قناة المستر النهاردة هنحل مع بعض كتاب جيم لسنة تانية ثانوي الوحدة التانية من صفحة 88 لصفحة 91 انتظرونا نبدأ بصفحة 88 رقم واحد صامي يعني عن بعض وبعدين نقط تيتشرز المدرسين still think of ما زالوا يعتقدوا كمبيوترز ان الكمبيوترات as useless toys بيعتبروها كايه كلعب غير مفيدة صام ايه بقى يبقى صام تراديشنال بعض المدرسين التقليديين دي معناها حديث ودي معناها ايه مؤرخ او بتاريخ ودي معناها ايه تم تحديثه رقم اتنين By winter يعني بحلول فصل الشتاء ذا جراوند الارض ووز كفرد اتغطت بايه with ديب شيء عميق وبعدين نقط اند ات ووز هارد تو درايف وكانت ايه من الصعب انك ايه تسوق على ايه السياره ايه على الإيه الارضيه ديت فطبعا ضغطت بايه بقى يبقى سنو جليد ميتال معدن دي بلاستيك دي معناها سفنج إيه رقم ثلاثة ذا ايروبلين الطائره ذات كراشد التي ايه تحطمت ان ذا mountains في الجبال ووسكارينج كانت تحمل اوفر كانت بتحمل اكتر من ايه 500 ايه الطياره هتشيل ايه يبقى باسنجرز مسافرون او ركاب دي ايه طبعا طيارين مش هتشيل خمسمية طيار هوستس يعني مضيف ودي معناها ايه مضيفات ايه رقم اربعة اتس ناتشورال يعني ايه بقى من الطبيعي اتس تو بي نيرفس انك تكون خائف او عصبي بيفور قبل ان امبورتنت شيء مهم نقط ساتش از ويدنج مثل حفل الزفاف يبقى ايه هتكون ايه يبقى حدث مهم ايفنت دي معناها حادثة ودي أيوة خطة أو خطة ودي معناها عيد رقم خمسة I can't eat this fish لا أستطيع إيه أو لا يمكن إن أنا أكل هذا الإيه السمك هو شريمبس أو الجمبري ده because I am allergic لأن عندي حساسية تو يبقى عندي حساسية للإيه طبعا سي فود اللي هو الطعام الإيه البحري الأكلات الإيه البحرية إيه دي معناها ألبان ودي معناها دواجن والأخيرة دي معناها البقوليات البقوليات رقم ستة It's dad's birthday إنه إن هو عيد ميلاد إيه بابايا And we are going out for a meal وإحنا إيه لذا فسنخرج لتناول وجبة هنتناول وجبة دي في عيد ميلاد بابايا ليه بقى تو إيه لكي يبقى نحتفل سيليبريت دي معناها منفصل أو يفصل إيه وديت معناها يحتفل يحيي ذكرى ريليت يرتبط رقم سبعه ميك شور sure, تأكد ذات يو آد ذا كوريكت من إضافة إيه الصحيح نقط اوف ووتر من الماء تو ذا فود ريسيبي لوصفة الإيه الطعام اللي انت بتعمله ده يبقى إيه من إضافة إيه بقى الكميه من الإيه الصحيحه يبقى كوانتيتي كميه الماء الإيه المناسب يعني إيه دي معناها كواليتي جوده إيه ودي معناها بردك إيه مساواه وديت عداله رقم تمانيه ذا وبعدين نقط كومبليند اشتكى ذات هي ستيل هادنت انه لم يتلقى او لم يتسلم ذا بوك هي هاد اوردرد الكتاب اللي هو طلبه من بضعه اسابيع مضت يبقى مين بقى يبقى طبعا ايه كاستمر العميل او الزبون ايه ما استلمش الكتاب اللي هو طلبه إيه بروديوسر دي منتج ودي خادم ودي معناها ايه تاجر او بائع رقم تسعة I was feeling tired the last night يعني كنت أشعر إن أنا إيه إن أنا مرهق الليلة الإيه الماضية so I went to bed لذلك أنا ذهبت للسرير أو ذهبت عشان أنام يعني وبعدين نقط than usual أكثر من المعتاد يبقى إيه يبقى أنا كنت مرهق لذلك أنا رحت نمت إيه بدري أكثر من المعتاد ده المعنى فهنا بقى في than يبقى لازم الصفة يكون أخرها إيه آر e early طبعا بتبقى اخرها واي بنحول الواي الى ايه اي اي عند المقارنه ما بين ايه اتنين لكن ليتر كان هيبقى المعنى ايه خاطئ قبل ما نحل رقم عشرة نفتكر كده ان كلمة ماتش كانت من الكلمات اللي كنا بنستخدمها قبل صفات المقارنة ليه لبيان درجة ومقدار ايه المقارنة فهنا ايه رقم عشرة كده بقت واضحة traveling by train السفر بالقطار is not cheaper أرخص than traveling by plane من السفر بالايه بالطائرة فطبعا هنا هنستخدم ايه بقى نستخدم كلمة much قبل ايه قبل صفة المقارنة ها اللي هي في اخرها ايه ايه ليه بقى لبيان درجة ومقدار المقارنة على يعني بقول ايه ان السفر بالقطار أرخص بكتير من السفر بالايه بالطائرة رقم 11 this dress هذا الفستان is not يكون وبعدين of all you have tried من كل الفساتين اللي انت ايه tried on استيها يت حتى الان او بعد يبقى بفضل فستان ده على ايه على كل الفساتين يبقى تفضيل the nicest يعني او الطف واحد او اجمل ايه اجمل واحد فيهم يعني رقم 12 I regret selling my car انا نادم على بيع ايه سيارتي it was انه كان وبعدين نقط decision القرار ده بالنسبه لي i have ever made على الاطلاق يبقى هنا هستخدم صيغه التفضيل هنقول ليه هنستخدم الاول ذا يعني ايه بقى اسوا قرار اتخذته على الاطلاق اخترت ليه بقى صيغه التفضيل عشان هنا ايه في ايفر وايه مضارع تام زي مثلا ايه اي هاف ايفر سين رقم 13 I talked to the new boss يعني تحدثت للايه رئيس العمل الجديد and he seems to be يبدو انه ايه a not person انه شخص ايه ديت بقى مباشرة ما فيهاش حاجة صفة عادية خالص a nice person يعني شخص لطيف ما فيش هنا لا تفضيل ولا ايه ولا مقارنة ولا حاجة تدل عليها ولا ذان ولا ذا وكده يعني رقم 14 He got the best marks هو حصل على أفضل درجات in the class في الفصل This means هذا يعني that he got إنه حصل وبعدين نقط ماركس في ذانها طالما لقينا ذان هنختار إيه بمباشر كده بيتر حصل على إيه أفضل درجات من أي واحد إيه تاني 15 My car is more of modern than Ali's car عربيتي أحدث أو سيارتي أحدث من سيارة علي But Yasser's ولكن هنا ياسر دي يعني ايه سيارة ياسر ها يبقى هفضل سيارة ياسر على سيارتي وسيارة ايه علي اذا دي صيغة ايه صيغة تفضيل هتبقى ذا موست modern سيارة ياسر هي الاحدث من الايه من الاتنين التانيين رقم ستاشر هاني هاد ثري بليتس اوف فود يعني هاني تناول اكل يعني ثلاث اطباق من الايه من الطعام هي ووز هو كان ايه نقط اوف اول هيز من كل اصحابه كلهم يبقى بفضل هاني في الايه في الموضوع ده ان هو كان ايه اكتر واحد جعان فيهم ذا هنجريست عشان قال لي هنا ايه اوف اول هيز فريندز شوف الصفحه اللي بعدها صفحه تسعه ودي القطعه هنقوله معاني الكلمات اللي هي تحتها ايه, إيه اللون الاخضر ديت دي معناها يمضغ دي عن اكل عن ايه اللبان القطعه كلها عن اللبان دي تساءلة ودي اليونانيين إيه وده لحاء إيه صمغي تشيكلت اللي هو طبعا ايه اللي تشيكلت رابري إيه اللي هو ايه رابري مطاطي ودي معناه عصارة ودي شجرة نوع من الشجر اسمه شجر ايه سابوديلا. ده اسم شجر إيه وده بردك شجر التنوب شجر ايه التنوب وفكرة الباراجراف الأولاني ده اللي الناس بتحب ايه؟ تحب مضغ اللبان وفي اليونانيين القدامى دول حصلوا على اللبان ده منين؟ من لحاء الشجر الصمغي بس طيب الباراجراف اللي بعده كرييتد يعني ايه؟ يعني صنعة أو خلقة ماشي مانيفاكتشرد صنعة بردك بابل فقاعة اللي هي بيعملوها من اللبان ده بيندور اللبان ويعملوا بينه ايه؟ فقاعة كده ايه؟ بالفم فيجرد اوت اكتشف ارتفيشال صناعي ديسكفرد بردك اكتشف ودي ايه ابتلع وفكرة الباراجراف ده ان هو في كيميائي اسمه توماس ادم صنع اللبان من ايه تشيكلت وان في كيميائيين بقى بعد كده اكتشفوا طرق لعمل لبان صناعي في الايه في المعامل الباراجراف اللي بعده هوفر مع ذلك دايجست يهضم ماشي ستيكس يلتصق الامعاء او المعده يعني معده طيب ingredients مكونات دي شراب دي منعمات يعطي مذاق لاتكس اللي هي معناها ايه يعني اللبان من الشجر لبن الشجر لبن لاتكس ديت معناها يعني لبن الايه لبن الشجر. طيب الباراجراف ده ايه يعني فكرته برضك ان بعض الناس تعتقد ان الايه اللي بيمضغ بيبلع اللبان يبلع اللبان ده ايه بيسد الايه المعدة. والبعض يقول انه بيبقى في الايه في المعدة سبع سنوات ده خطأ هو زي, اك... زي اي اكل ايه الانسان بياكله. بيبقاش ايه في الانسان لا ده الانسان بيتخلص منه. طيب الفقرة الأخيرة ده بقى ايه عن واحد اسمه تشاد فيل وده عمل ايه أكبر فقاعة في العالم من اللبان من بقه كده من فمه سنة 2004 وأربعة امبرسف يعني مؤثر بس نشوف بقى الايه الأسئلة بتاعتنا إيه رقم واحد إجابتها سي ماشي الصفحة اللي بعدها صفحة تسعين رقم اتنين المعلومات اللي في المقالة ديت وات ديد تشات فيل دو عمل ايه الراجل ده طبعا عمل ايه بقى فقاعة ايه يعني بعشرين انش انش يعني بوصة حجمها كده عشرين بوصة سنة الفين وايه واربعة رقم تلاتة اجابتها بي المكون الحديث في الايه في اللبان اللي هي الحديث دلوقتي اللي بيخليها تمدد كده لاتكس اللي هو ايه لبن الشجر إيه رقم أربعة كلمة سوالو يبتلع طب تبقي الأولانية إن الإيه الطعام يمر من خلال إيه ثروت يعني الإيه يعني زور أو حلق الإنسان السؤال الخامس وادي إجابته أهيت إز الشيكليت ستيل يوزد هل ما زال تشيكلت ده يستخدم لإيه لصنع اللبان ده طبعا لأ نو لأن العلماء كيمس ناو ميك بيصنعهم إيه أرتفيشال جم اللي هو ايه لبان صناعي في المعامل رقم ستة دي اجابتها في القطعة من اول كلمة صم لحد كلمة ايه ييرز وده معناه يعني ان في حاجتين خطأ الناس ايه بتعتقدهم ايه في اللي عن اللبان زي ما شرحناها اللي هو ايه ان اللبان بيسد الايه المعدة وكمان انه ممكن يبقى ايه سبع سنوات فين في المعدة أو في جسم الإنسان إيه رقم سبعة دي إجابتها بقى إمبريسيف ماشي اوجد كلمات من القطعة تدي نفس الإيه المعنى يستحق الإيه الإعجاب وبي خبير في الكيمياء اللي هي إيه كيميست طب تمانية وات دو يو ثينك أوف ذا بينيفيتس ما رأيك في الإيه الفوائد مضغ الإيه اللبان ديت إيه إجابات مختلفة أنت ممكن تقول إجابة وزميلك ممكن يقول إجابة وأنا مديك مثال هنا it makes people يجعل الناس ايه happy and calm يعني فوائد اللبني سعيد وايه وهدي ايه اعصابه طيب هنا بقى ده سؤال الترجمة الترجمة محلولة خلاص كده ادي رقم واحد هنا بيقول لي سرعان ما تصبح مهرجانات الطعام جزء من صناعة السياحة الغذائية دي رقم واحد وهي نفسها أصبحت جزء من صناعة السياحة عبر العالم ما فيهاش كلمات صعبه فيستفالز مهرجانات دي صناعه فاست يعني واسع او عريض تدي معنى ايه معنى كتير يعني ماشي ورلد وايد عبر الايه عبر العالم إيه الترجمه الثانيه ان ذا باست في الماضي بيبل اونلي ايت فود يعني في الماضي كان الناس يأكلون فقط الطعام يعني الغذاء المصنوع من المكونات المحلية وإيه هو المتاحة available ingredients مكونات يعني ingredients لكنهم الآن now they can eat الآن يأكلوا طعام مصنوع في أجزاء عديدة من العالم بسبب نمو التجارة العالمية they can eat food made in many parts of the world due to بسبب هنا دي معناها ايه بسبب Growth نمو in International Trade اللي هي التجارة الإيه العالمية أو التجارة الإيه الدولية يعني رقم ثلاثة Doctors Advice Office Clerks يبقى مين بقى هنا نبتدي بجملة فعلية ينصح الأطباء الموظفين الذين يعملون بالمكتب اللي هما بيعملوا إيه شغلهم كله مكاتب أن يقوموا بممارسة التمرينات to do more exercises. ممكن نزود نقول ايه مزيد من التمرينات تبقى صح بردك اكسرسايز از ا جود واي فهي طريقه جيده للتخلص من الضغوط الماديه هي طريقه جيده للتخلص تو جيت ريد اوف تخلص من ايه ذا ستريس اللي هو الضغوط الحياتيه اند فراستريشن والاحباط اوف ذا ورك في مكان الايه العمل بس وشوف الكلمات الصعبه كده وايه ونحاول نحفظ كل كلمة ايه تمر علينا عشان يبقى عندنا حصيلة لغوية الترجمة اللي بعدها برضه رقم اربعة من موست most countries face problems. يبقى تواجه معظم البلاد المشكلات because of the lack of job opportunities بسبب ايه نقص وظائف العمل للشباب لذلك تعمل حكومات بجد لحل مشكلة البطالة ما فيهاش حاجة خالص اهي so governments الحكومات ودي unemployment عن البطالة مشكلة البطالة problem رقم خمسة إيه ده الحل بتاعها حاجة حاجة بقى tremendous دي يعني ايه tremendous هائل هذه خمسة ها no room for laziness لا مكان نرومي عندي لا مكان هذه السرعة تزيد الضغوط قدامنا الترجمة يعني؟ والعربي ايه واضح قدامنا وادي الترجمة اللي بعدها many people believe that يعتقد كثير الكثيرون ممكن تقول الكثير من الناس انت ممكن تقول اسلوب يكون ايه برضك افضل من اللي مكتوب ده that art can play a role يلعب ايه بقى الفن ده يلعب دور في تعزيز القيم الاجتماعية ادي الترجمة واضحة قدامنا مش محتاجة حاجة ده عربي بقى ومش محتاج ايه ان انا اقراه يعني دي معناها تدهور فاليو عن القيم او الاخلاق تدهور اخلاقي الترجمة الاخيرة translate انتو English ترجم الى الانجليزية دي رقم واحد اهيت يحذر الخبراء الشباب هنبتدي بالفعل عشان تترجم لازم تجيب الفاعل اللي هو الخبراء ده هنبدا بيه هنا ها الحل تحت اهوت اكسبيرتس الخبراء يحذر دي الف... يبقى دي فاعل ودي فعل وورن يحذر مين الشباب يانج بيبول من ان الطعام السريع يبقى ذات فاست فود يمثل يعني يمكن ان يكون كان بي ماشي خطر على صحتهم أثريت يعني خطر على صحتهم to their health فبالرغم من مذاقه اللذيذ يبقى هنجيب هنا بالرغم من تبقى despite its delicious taste مذاقه اللذيذ الصفة قبل الموصوف فهو يحتوي على كمية كبيرة من الدهون it contains انه يحتوي يعني وجبنا الاس دي ليه عشان الفعل ات اهو it contains a large quantity of fats يبقى كمية كبيرة من الايه الدهون and other materials والايه المكونات الاخرى التي تسبب زيادة الوزن which يعني التي كان lead to يؤدي الى ممكن تقول cause weight increase زيادة الايه الوزن شوف الترجمة التانية نأمل ان تسهم جهود منظمات المنظمات الخيرية في مصر مثل جمعية رسالة وبنك الطعام المصري في تخفيف معاناة الناس. مين ليه أمل نحن؟ بقى هنبتدي نقول إيه؟ وي هوب charities تشاريتيز اللي هي الإيه؟ المنظمات الخيرية أو نقول إيه؟ في جهود برضة ممكن نقول efforts of charities in Egypt such as رسالة and the Egyptian Food Bank will take part in. شارك فيه يعني يساهم في relieving people's suffering. معاناة ايه الناس and eliminating يعني القضاء هنا يقضي على وفي كمان يقضي على يعني put an end to الفقر في كل مكان poverty everywhere الفقر دي الترجمة اللي بعدها التالتة نستصلاح الصحراء ادي الترجمة بقى محلولة قدامنا نحاول ايه نوقف الشاشة ونشوف ايه الترجمة دي اتعملت ازاي دي معنى استصلاح طبعا دي حكومة دي معروفة دي ايه بقى الدول الايه النامية يعني ما حاجة خالص الترجمة اللي بعدها علينا ان نراعي كبار السن اه يعني يجب علينا we should look after the old people so that حتى يشعروا يعني حتى بردك ديت ايه ما اي حاجة خالص so that they can feel comfortable يشعر ان هم إيه بالراحة after their hard work for us بعد عملهم الشاق من أجلنا فالكثير منهم بذلوا صحتهم ووقتهم من أجل الأجيال القادمة many of them الكثير منهم sacrificed يعني إيه ضحى ب their health صحتهم and their time for the next generations جينيريشنز يعني الاجيال يبقى الايه الاجيال القادمه آه وكده يبقى انتهى الفيديو بتاعنا النهارده وانتظرونا في حل بقيه الكتاب والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته